سلام استاذ فادي، اهلا بيك. نقابل ايدي يا ابونا ميخائيل، ازاي قدسك؟ الله يخليك. نقابل شعب الكنيسة كلهم، يعني من الناس اللي احنا تواصلنا معاهم، قالوا ان قدسك الحقيقة يعني قديم في الكنيسة، يمكن ابونا بولس حديث الرسامة، لكن قدسك قديم في الكنيسة وعارف وملم بالاوضاع الخاصة بالمنطقة كلها. وقالوا كمان ان قدسك دايما في تعايش سلمي ما بين المسلمين والاباط، ما فيش اي حوادث سبقت هذا الحادث تدل ان في عنف او تطرف في المنطقة، فهل الكلام ده مظبوط؟ في الحقيقة المنطقة عندنا هادية، ما فيش عندنا تطرف من النوع دوت، وكل الناس اللي حوالينا في الكنيسة يعني كل المسلمين أخواتنا المسلمين ناس حلوين جدا جدا جدا، ولكن هذا الشخص وإخواته دائما معتدين التحرر بالمسيحيين وممكن بالمسلمين، يعني هم ناس بشهادة المسلمين نفسهم يتحرشوا بيهم، يعني هو يعني هما يعني معتدين يوصفوا كبلطجية يا بنا. بلطجية مجرمين، هم في الحقيقة مجرمين بلطجية، وهل البلطجية وللأسف والمجرم يعني بيبقى معجز ذهنيا يعني غير مكتمل عقليا؟ أكيد مش طبيعي، يعني ده البلطجي ده بيبقى لا محترف الإجرام. بالظبط كده، هو عارف بيعمل ايه كويس ومعنى طيب قدسك روى يعني ورد لقدسك الحادث إزاي وكيف تعاملت معه؟ انا يعني كنت روحت البيت حوالي الساعة 5، واتصلوا بيا حوالي الساعة 8 إلى 5 ولا حاجة، أو 8 بالظبط حاجة كده في الفرق ده، يعني قالوا لي إن في حصل كذا كذا مع رمسيس، إن هو اعتدوا عليه وودوه المستشفى، وقالوا لي إن هو اعتدوا على طارق شنودة واعتدوا على أستاذ عادل بولس. فأنا نزلت، أنا بيتي قريب جدا من الكنيسة، في 5 دقايق كنت هناك في مكان الواقعة. ففي الحقيقة يعني كانوا نقلوا رمسيس للمستشفى فور وجود، يعني فور وجود المستشفى غالبا ما لحقهوش فتنيح يعني. والاخوات عادل بولس برضو يعني نقلوه مستشفى للعلاج، وطارق شنود ده يعني ما تنسوهمش بصراحه، يعني هم نقلوهم فعلا قبل ما اوصل ب5 دقائق. فضلت في الشارع طبعا تحسبا لاي حد يعني يحصل منه مشاجرات او تحصل فتنه في المكان، لان انا عارف ان ولادنا يعني تعبانين من موقف شبه كده، فكنت لازم اكون موجود في الشارع. فضلت موجود في الشارع لغايه لما القيادات الامنيه جت، لان انا جيت قبلهم. فضلت لغايه الساعه 2 بالليل يعني، والقيادات الامنيه كانت موجوده معايا، ويعني تم السيطره على الموضوع. طيب السؤال يا ابونا القدسك، انا الحقيقه الصور اللي انت بعتها قدسك ليا كانت شويه يعني دمويه، حتى لما حبيت انزل على الفيسبوك الفيسبوك حظر الصور، هنا القناه شويه ما نقدرش ننشر دمويات او صور دمويه عشان حفظ يعني المشاهد صعبه يعني، لكن انت قدسك من خلال المنظر اللي انت شفته دوت، ويمكن انتوا تعايشتوا لانكم انتوا شفتوه مش صور بس، انتوا شفتوا الناس في المستشفيات، هل هذا الأمر يمر مرور الكرام وكما وصفه المصادر الأمنية على لسان الصحافة أن هو مشاجرة ما بين طرف وطرف، ولا هو اعتداء واعتداء غادر؟ لأن اللي وصل لي كمان أن عم رمسيس يعني بصره ضعيف شوية وهو ما كانش مد إخوانه، لما بدأ يسمع عن المشاجرة ديت بدأ يلم الفرش بتاعه ويحطوه جوه، وهو بيلم الحاجة جات له الطعنة غدر، ولما اخوه دخل في خد الحقيقة طعنه. اللي حصل بالفعل أستاذ رمسيس نظره ضعيف، بيعرفني من صوتي مش من شكلي، هو ضعيف جدا، عنده مشكلة كبيرة جدا في النظر، ما بيشوفش خالص يعني شبه ما بيشوفش، بيشوف تشاش كده. في الحقيقة يعني ضرب غدر، وهم جم لرمسيس الأول ثم عادل ثم بعد كده في الآخر طارق شنودة يعني. فيعني مش عارف، الحدث يعني حدث جلل، حدث صعب، والمنطقة شهدته، ولدرجة إن وإحنا واقفين بالليل بالظبط كانت الساعة 1 بالليل، كان في مجموعة من اللواءات والقيادات، وكان ضابط المباحث وكان ضابط أمن الدولة كلهم موجودين. فواحدة من الدور الثالث اللي فوق محل طارق شنودة قالت كده، الناس دول ما يقعدوش في الشارع، خدوهم اسجنوهم، دول وحشين يقتلوا الراجل الطيب، بنفس الالفاظ كده لدرجه ان هم سكتوها لا تدخلوا جوه.
فنتمنى من كل اخواتنا المسلمين اللي شهدوا الحادث والشرفاء ان هم يعني اللي شاف حاجه يدلي باقواله، لان التستر على الجريمه جريمه، ومبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب. مظبوط. فاي انسان هيبرئ انسان ظالم هيتظلم. وبعدين النهارده الدور عندي بكره الدور عندك، شيء طبيعي. اللي هيتعتدي عليا وشفته هيعتدي عليه في نفس اليوم. مظبوط. وبعدها فتره بسيطه. النهارده شهدت الاسكندريه جنازه للشهيد رمسيس بولس، وشارك في الجنازه ديت قدسك وابونا بولس كهنه الكنيسه، وايضا شارك الانبا الاريون. والحقيقه اصر الانبا الاريون ان هو يركب في نفس العربيه اللي بتحمل جثمان الشهيد رمسيس. حدثني يا ابونا عن هذه المشاهد، مشاهد صلاه الجناز والمسيره الجنائزيه اللي تمت لرمسيس في الشارع. في الحقيقه صلاه الجناز كانت صلاه عظيمة جدا جدا، وتليق بالشهيد يعني في الكنيسة، لأنه فعلا استشهد لأنه على الهوية الدينية، لأنه هذا هؤلاء المجرمين الاثنين اللي ضربوا اللي هم ناصر وعلي، هم دول اللي اعتدوا بالسلاح، أما أنور اعتدى بالشتائم يعني، لكن ناصر وعلي دول اللي اعتدوا بالسلاح بشهادة الشهود، دول يعني فاعتدوا عليه وكانوا بيتكلموا على يا مسيحيين يا كفرة، يعني في ألفاظ خاصة بالديانة. وطبعا مش هنقول دي، هنقول إنها مش كل الناس دول فئة قليلة، ولكن للأسف بيعملوا فتنة في المكان. ربنا يتمجد، بس الامور تهدى. احنا مش طالبين اكتر من الامور تهدى هناك في اسكندريه، وكل صاحب حق ياخد حقه وبالقانون. احنا مش في غابه. انا لما قلت كده امبارح قالوا لي لا احنا في غابه. لا احنا مش في غابه، بنفترض ان احنا في دوله وليها بيتها وليها سيادتها وليها قانونها، واحنا مش عايزين غير يطبق القانون. اما الساده الامنيين، المصادر الامنيه اللي بتصرح تصريحات غير حقيقيه ومدلسه بان هي مشاجره، اكيد مشاجره تبادل ما بين طرفين اعتداءات. انا عايز اجيب الجناه، هل في حد عنده خدش؟ مفيش. طيب الجانب الاخر، الجانب المعتدى عليه، هل في حد فيهم كان يملك اي نوع من انواع الاسلحه حتى لو دفاعيه؟ برضه مفيش. دول معاهم اسلحه بيضاء وعصي، ودول معهمش حاجه، والناس سلميين قاعدين في محلاتهم واعتدى عليهم، يبقى مشاجره ازاي؟ تاني حاجه، اتنين عتاد الاجرام، ان كان ناصر ولا علي ولا محمد، سامبو، عيله سامبو، كلهم معتدين الاجرام وبلطجيه. هل في شفته في مره بلطجي معاق ذهنيا؟ ما هو ده البلطجي دوت قمه الاجرام، عقله عقل شرير، يبقى ازاي معاق ذهنيا؟ فلما تيجوا تصرحوا بتصريحات وتتناولها وسائل الاعلام المصريه، راعوا ضمائركم، راعوا ربنا، وراعوا عقولنا، يعني احترموا عقولنا شويه. طبعا في النهايه يا ابونا انا بشكر قدسك وبشكر ابونا بولس، و نطلب سلاما لكم ولشعب الكنيسة، ونعزيكم ونعزي أسرة عم رمسيس في مصابهم، ونطلب السلام لعم عادل وعم طارق. شكرا جدا لقدسك. ربنا يخليك. شكرا جدا.